بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عايش نحوكم إن شاء الله تكونوا بخير. إيش نحو الإيمان هاو تعداوا يمات توا فهل الوقت المتميز هذايا، وإذا الحلقة بثت مرة أخرى خارج أيام رمضان ديما نسأل أنفسنا، الله عز وجل اللي كان موجود في شهر رمضان راه موجود زادا في شوال، وموجود في الأشهر كلها، ماهيش موسم. صحيح إذا انفض السوق هذايا اللي حج حج واللي عوق عوق، ولكن الله عز وجل موجود حتى خارج شهر رمضان. باش نتحدث اليوم على سورة أنزلها الله عز وجل في كتابه العزيز، متحدثا فيها مصورا لنا مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. شنو السورة هذه؟ كثير من الناس يقرأوها ولكن بالفعل للأسف ما همش فاهمين معناها كينبغي، اللي هو والعاديات ضبحة، فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحة، فأثرنا به نقعة، فوسطنا به جمعة. ثم يختم ماذا يقول الله عز وجل؟ إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد. إذن شنو قصة العاديات وشنو قصة حب الخير لشديد وشنو الإنسان كنود؟ هل معاني ذي شنو؟ سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، سيدنا أبو بكر عمر واللي يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خبيث يبتغي من وراء ذلك ضرب حملة الرسالة ومن بلغ على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه. لا علينا، ربي يهدي ما خلق، ما نجيبش واحد يجي عن صحابة أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي يمس في عرضهم. على كل حال أرسلهم وطويلة المدة، الأصل فيه يرجعوا بعد مدة قصيرة، ما رجعوش، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حزن شديدا، وبداوا يلسنوا عليه. محمد يقتل أصحابه، محمد يقتل أصحابه، محمد يقتل أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم مريض حتى لزم الفراش، مرض جلل الأمر، لأنه بلغ إلى مسامعه وانتشرت شائعة أنهم قد قتلوا، خبر يعني محزن للنبي صلى الله عليه وسلم. وتأتيه البشرى، البشرى ينزل عليه جبريل فيقول له يا رسول الله يا عبد الله أبشر، هاي البشرى جاتك. شنو هي البشرى؟ والعاديات ضبحا، قسم من الله عز وجل. القسم ماذا يشني فيه؟ يقسم بالعاديات. شكون من العاديات؟ العاديات هي من العدو. ضبحة، شنو هي ضبحة؟ ضبحة في صيغة اللي هي مفعول مطلق، اللي هي ضبحة في فعلة. هل من العاديات وضبحة شنو قصتهم؟ الله تعالى يقسم بالخيول، العاديات وضبحة هي الصهيل متاع الخيول، وقت اللي تبلغ أشدها، الصوت اللي يخرج من الحصان كانوا غليان الماء يسموه الضبح، هذاك الضبح. الله تعالى يقسم والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا. شنو تخيلوا معايا؟ كأنه فيلم سينما وظلام، تو تخيلوا معايا المشهد، دين ظلام بكل معناها مع الفجر قبل الشروق، والله عز وجل يقدم في صورة لايف مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يراها رأي العين، يقول له يقسم له والعاديات ضبحا، الخيول متاع الصحابة اللي مشاو اللي أرسلتهم انت في السارية يعني في عنفوانهم وقوتوا، معناها في القوة متاعهم الصهيل وكذا، فالموريات قدحا. الموريات شنو؟ حتى تحكي على سيدنا موسى قال يوري نار، معناها تقدح النار من تحت ساقيهم. فالمغيرات صبحا، معناها المغيرات صبحا هو دائما الإغارة وال الساريك تدخل في الوقت متاح المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الصبح، فأثرنا به نقعة، النقعة هو الغبار، معناها أثارت تلك الخيول غبارا، فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعا، الجمع متاع المشركين ومتاع الكفار في الوسط وهما توسطوهم. بعد ما حكى ربي ناقل للبشرة للنبي صلى الله عليه وسلم يحب يقول له وكأنه عز وجل الصحابة بخير وهم فرسان والخيول متاعهم عملت اللي ما يتعملش،
ودخلوا وأغاروا وقدحت النار من تحت ساقيهم والدنيا كلها تعملت ولباس وبخير تبارك ربي وتعاليت. فبعد ما حكى على هذه الحالة متاع الخيول بالصهيل وأن أثارت النقع وتوسطت الجمع، ربي يجي لهنا للرسالة وكأنه اللي بش يبلغ هنا من خلال سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود. شنو هو كنود؟ كنود معناه ما قل أصله تقريبا باللهجة العامية متاعنا، ما أقل خيره، ناكر الخير وللجميل وللمعروف. وليش حكينا ربي على الخيول وعلى تخيل حيوان، حيوان ولكنه وكأنه ما هوش حيوان، من قوسين بعض الحيوانات والله محلاهم، مش بعض الحيوان كله محلاه، الخيل فقط لأن ربه يعني صاحبه أطعمه وسقاه كان مستعد من أجله هو أن يدخل ساحة الوغى. طب لا يقول القائل طب الحصان لتخل يا رسول التخل معناها مقتنع بالرسالة ولا مقتنع بالحرب؟ شين داخله في هذه بينتكم أنتم إيمان وكفر ولا عندكم فازات بينتكم ولا حتى في الحروب العادية؟ أنا شو داخلي كحصان؟ يقولك الحصان يتحدث الخيل يتحدث يقولك شو داخلي أنا باش أنا لا لأنه أطعمه وسقاه. فهو يطيع ربه ويفعل ما أمره بربه، ما أمره به ربه اللي هو الفارس متاعه. وانت يا عبد الله، الله يطعمك ويسقيك ويعطيك الدنيا الكل، ولا تطيع ربك، والله ما أقل ما أقل الإنسان اللي ربه لكنود، كنود جحود. وأنه لحب الخير لا شديد. شنو حب الخير؟ معني يحب في الخير؟ لا، الخير في تفسير هذية كما ذهب إلى ذلك العلمي من المفسرين قالك الخير هو الماء ولا شديد. علاش لا شديد؟ شنو قصد شديد؟ معناه من شدة؟ لا، يعني مشدود. كما قلت في حصة سابقة في اللغة العربية عندنا مفعول وفاعل، يعني أن الإنسان اللي يحب للمال للخير هذا مشدود له شاده، فالمبالغة فيه في أقصى هي لا شديد يعني فاعل، وأنه الحب الخيري لا شديد. وبقية الصورة تعرفها، فلا يعني الإنسان ما يراش ما بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الإنسان يجب أن يستحضر هذه المعاني. فمن العيب علينا على الأخرة وقت اللي نقرأه آيات أو نستمع إليها وراء المقرئين متاع التراويح اللي نحييهم وكله إن شاء الله ربي يبارك لهم، أي واحد مقرأ بالله رفقا بالأيمة متاع التراويح وعاونوهم بالهدوء وبأنه تكرموهم وتقولوا لهم كلمة طيبة 30 يوم ولا 27 يوم وهما يعني يجتهدوا في طاعة الله وأنه يسمعوكم بصوت عذب بالله. زادها ملاحظة قوس صغيرة، لو يزم في كل حلقة نفتح قوس صغير وسكروا لي اللي صوته ما هوش باهي بجاه رب، لا يقول لي هاني موظف عند وزارة الشؤون الدينية ويلزمني أنا باش نقرأ بها. صوتك يا أخي الله غالب كيما صوتي أنا مثلا، يعني يكون مأموم. فبس قدم غيرك من الشباب، قدم غيرك حتى من الكهول أو من الشيوخ اللي بالفعل يتقن قراءة القرآن الكريم، يكون صوته عذب. اللي صوته خايب جيته من جناب ربي يرتاح يشد الدار، وما هيش مسألة هي يلزمك أنت تلقي وجهك، ما عجلك حاصل عند الله تعالى، ولكن رفقا بهم وندعمهم ونجلوهم ونوقروهم فإن ذلك من تقوى الله عز وجل، لأنه حملة القرآن هذوكم يعني تاج فوق ريوسنا. إذن وقت نسمع سورة العاديات وهو يقرأ فيها نستحضر المعاني هذه حتى لا نكون كالذين قال عنهم الله عز وجل: كالحمار حشاكم يحمل أسفارا. كالحمار يحمل أسفارا، يبدأ فوق منه أسفار كتب مجلدات ولا يفقه منها شيئا، فيسمع الكلمة تدخل الوذ اليمين وهو يقعد يرددها فقط بشفتيه: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. هي شنو قصة؟ هنفهمنا قصتها. على الله عز وجل ينير قلوبنا فتفتح أفاق جديدة وتؤثر فينا التأثير الإيجابي الذي أراده الله عز وجل. قلت ما سمعت، أسأل الله عز وجل لي ولكن ولكم ولكن كلكم جميعا أن نكون من أهل القرآن وخاصته، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب أحزاننا وغمومنا وهمومنا. ختاما، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.